طيب، وزع على نفسك، خد يلا. السلام عليكم، معكم تعالى حودة، ودلوقتي هجرب لعبة بوكيت تانكس. نبتدي اهو. اللعبة كانت موجودة من زمان وانا بقى كتير معملتهاش. اول اللي حط الاسم، دلوقتي انا خليت الاسم كده عشان لو كتبت الاسم بالكامل فمش هياخد مش هيكمل البتاع ده. دلوقتي اختار لون، وطبعا مفيش غير اللون الاصفر، يعني اللون الاصفر هو اللي ينفع. يلا نبتدي. الصعوبة نخلي في النص كده. طيب نشوف بقى الأسلحة. ماشي، نظبط الأنجل كده تقريبا، ممكن تيجي شوية ونعلي البتاع دي، مش عارف هتيجي كده ولا لأ. طب نشيله كده شوية. واجهني راجل الراجل ده وخلصت كل حركاتي على وقت تافه، يخرب بيت غبائي. ماشي والله، مش عارف يعني ولا، بس خلينا نختار سلاح يعني، بس انا لو ما جيتش فيه ف بس لو ما يصليش حاجة قصدي دي كده كده بالظبط. اتحبس. انحشر انحشر، ونقص نفسه، نقص ما خدش ولا نقطة، ونقص نفسه على ايه؟ طب اجيب له حاجة افجره بيها. بعدين بطل، انا كده اصلا ضيعت نفسي، انا احرره سبحان الله، انا بحبسه وانا احرره. ايه ده؟ ارمي يلا ارمي. ايه ده؟ لا 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 لا، انا ما خدتش ولا نقطة يخرب بيتك. ايه ده؟ يخرب انت، ما عملتش ولا حركة وبرضه كده. طيب انت بدأت. لا ارفع الانجل شوية كده، خد بس هو كده بالظبط، ابلع. يلا عندك ايه بقى؟ عندك ايه؟ ها ها هيتسيكر. اوه لا 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 لا، ايه ده يا عم؟ ايه يا عم الافترا ده؟ مفتري. طب اهو اهو، خد بقى ابلع. ايه ده؟ لا 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 لا، الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. ماشي اللي بعده، نجيبها كده، خد. الله على الله على التركيز، يلا يلا يلا، اهي اهي جبت على مين. يلا يلا بقى، ولا يلا ورينا عندك ايه يا ابني. كفايه يا ابني، كفايه يا ابني، يا ابني اتقي الله وبطل افترا يا اخي، اتقي الله وبطل افترا يا اخي. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. يا اخي حلمك اهو. يا ده انا بلاش بقى، بسم الله عليه، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليه. بسم الله، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا حوده ده؟ ماشي كده ازاي؟ هاك لازم احسب نفسي، لازم اهو كل شويه عمال يجيب اعلى مني. طيب، وزع على نفسك، خد يلا. ما ذاك بيتش برضه على منه. يا ابني ارحمني، يا ابني ارحمني. انت بقى شكلك عايز القوة القوية دي اللي هي خد اهو، ابلع بقى، حس بقى، لسه اكتر منه. يلا تعمل دلوقتي كويس ايفن، يخطي انا لسه اكتر، لسه اكتر. ارفع الانجل شوية، خد يلا. ماشي اي فضل دي، وشت هيكسبني. ايه ده؟ معلش غير دي. طب خد بقى، هو انا كده ساعدته ولا ايه؟ صحيح بس كنت ساعدته كده، هو عنده ما عندوش غير كده. يا لهوي، اخطي اخطي اخطي، وانا خسرت. يلا السلام عليكم، شكرا 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 شكرا.
لا 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 تاني تاني، لا تاني 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 تاني. ونبدأ الدور التاني. لا انا كده مش تيجي بقى، استنى اهو. لا يا شيخ، ايوه، يلا حلو، يلا حلو 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 حلو، شوية شوية يا دوب. ايه ده، في ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ لا لا لا، طيب كده انت خليتني بقى، يبقى لازم اقوي بقى. ازاي بقى؟ يا اختي خربت غباء، خربت غباء، خربت غباء. يا ابن انت كده. طيب اهو خد بقى. لا لا لا، ما هو يا اما قوي قوي يا اما ضعيف قوي. يخرب بيتك يا حوده، يا ابن الحم يا ابني. ايه ده؟ شكرا 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 يا باشا. تعالى بقى، تعالى كده، تعالى كده، تعالى كده. وانا عندي اصلا حاجه تحفر. عندي الدوده، خد الدوده. انها المخدرات. يا لهوي، الله يخرب بيتك. ماشي، ان شاء الله ممكن اجيبه، ممكن اجيبه. خد يلا. لا مش هجيبه خالص انا. يا دوب هو بيجيب لي احسن. يا لهوي، حتى انت، حتى انت. طيب انت كده رجعتني لورا خالص. دلوقتي انا همشي ازاي بحمك؟ خد يلا. ايوه، ايه ده يا عم؟ لازم اقلل بتاع شويه. شكرا شكرا يا باشا، شكرا. تسلم يا باشا، تسلم. زول لي حبتين كده واجيب عليه. كان عشان دي بقى قليلها شوية اهو. دي بقى لازم تيجي. لا بقى، لا بقى، انا ايه اللي خلاني اقللها؟ الله يخرب بيتك. لا ما هو ما عنديش غير دي بقى اهو. خد يا عم، خد يا باشا اهو. شايفين اهو، هو يا اما عالي اوي يا اما ضعيف اوي. خرب بيت كده. ادي عادي، دي عادي. انت بتحب تنسني، بتحدد ليه؟ انت كده كده بتنسني. انت بتتكلم جد؟ يا لهوي، طيب دلوقتي انا اتحشرت يعني، اعملها كده دلوقتي اهو. وانا وديني حطيت واحده تانية فوقيه. ايوه جبني بالسنجل شوت دي. ايوه هنا بالظبط. شكرا يا باشا، شكرا شكرا شكرا. الله يخرب بيت شكلك. لا 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 لا، مش دعوه مش دعوه. هو بتجيني كده. ده كل ما غلطت انا خليني ابتدي بخمسه كده. انا عارف ان انا يعني مش حلو قوي فيها، اجرب كده اقلله شويه. خمسة هو عارف يجيبني، ما لو جبت 10 اهو. طيب 3، ها 3 برضه كسبني، يبقى شكله وحش اوي. بدأنا الجيم اللي بعديه مع ده ابو الصورة بتاعته 3. الخمسة اللي هو عمل، اللي هو فازني مرتين يا عم. خلاص ماشي كده اهو. نجيب له العنكبوت. انا بسمع انك بتخاف من العناية من عنكبوت. بيس يا مان، بيس بيس. اذيتني يا لهوي فعلا. استنى اقللها، ازودها شوية. خد يلا، خد ياض، روعني تاني، متقفش مني يلا. الحتة السحرية
تكون عندي حاجة فضيها. عندي تمام. يلا زربو فضت المكان وانا حشرت نفسي في نفس الوقت. برافو اخوتك برافو. لا الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك طب انا هاخدك. استغفر الله. لا بقى ما مش معقول كده بقى. ابلع اهو على زيتك شويه اهو وغطستك كمان. لا هو انا عامله ايزي ولا هارد في ايه؟ ولا انا معرفش العب اصلا عشان اللعبه بقالي فتره ما لعبتهاش. جرايا دي يا خايب يا هلا ودي يا خايب انت اهو هو كده. انا بقى توكلنا على الله. ايوه كده ايوه كده ايوه كده يا حوده. تعالى فكر كويس بقى. ايوه كده. لا انت بتجيبني محتاج تقيس ليه يخرب بيت شكلك. نملها حبتين اهو. يلا عنكبوت. لا 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 بخاف من عنكبوت. لا 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 الله يخرب بيت. لسه اكتر منك لسه اكتر منك. مش لازم اقلص عليه احسن ممكن يزود فجأة اهو. خد 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 يجلع شكلك يا لهوي ولد. لسه 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 تمام تمام كده. طيب خد بالك ازاي يا فندم. ومعانا الدودة. طبعا طبعا لازم الدودة يجيبها طبعا. اي اي طيب طيب سيدي شكرا. دي قيسك شوية كويس. انا قيستها زود الانكل شوية 10 مرات تقريبا او اكتر من 10 كمان. ده اذا هو ما حركنيش. كسبت 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 كسبت. الله 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 الله. وبس كده انا خلصت بقى اللعبة النهاردة. هو الخمسة ده رخم شوية بس التلاتة ده يعني كويس. مع انه الخمسة المفروض يكون ايزي برضه واللي بعد الخمسة ده صعب. بس يعني الحمد لله اني يعني كسبته. يعني انا جدع شويه ان يعني ما تفتكرنيش نوب قوي يعني. فبس وخلصت كده. كان معاكم طارق هدى. مع السلامه. انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. مش منه اي حاجه. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا